صاروخ فلسطين، تصميم مثير للغاية، قدرة مثيرة للغاية. ما رأيك وما دلالات ظهور هذا الصاروخ، وهل تعتقد أنه ممكن فعلا أن يشكل تحديا بالنسبة لإسرائيل، وهل تعتقد بأن إيران أرسلت هذا الصاروخ لجماعة الحوثي كما تحدثت هذه المصادر؟ مساء الخير أحمد، ومن الجيد أن أكون معك في هذه النقطة. أولا من ناحية استراتيجية، هذا بالتأكيد تصعيد، وكذلك من الواضح أن إيران هي خلف مثل نقل هذه التكنولوجيا. لا يوجد ما هو مصنع محليا في اليمن، بالتأكيد هو يأتي من الخارج ومن وحدة من إيران، وكذلك ربما جاء أيضا من روسيا أو كوريا الشمالية وتمت مشاركته مع الحوثيين. فمرة أخرى عمليات التهريب من إيران إلى اليمن تستمر، مع أنه مع وجود هذه الضغوطات مؤخرا من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ولكن التهريب يستمر. إذن كل هذه الأمور مع بعضها البعض تظهر لنا أن الحوثيين سيستمرون بالعمل مع إيران، ويستمرون كذلك بوضع المزيد من الضغوط على المصالح الأمريكية ووضع الضغط كذلك على إسرائيل. ولكن في نهاية المطاف نعم، أن هذا صاروخ سريع جدا ويستطيع المناورة ويذهب إلى مدى بعيد، ولكن ليس لديهم الكثير من هذه الصواريخ، واحد هنا واحد هناك، ربما يسبب بعض الضرر في مكان ما، ولكن في نهاية المطاف لا تستطيع أن تربح الحرب بمثل هذه الصواريخ فقط.